لجنة متابعة نتائج الحوار تتفق على جولة جديدة لجلساتها بعد توقف دام شهرين. والإدعاء يكشف عن 13 مشروعا تنمويا ستشكل نهضة اقتصادية لمولتا. السلام عليكم، أهلا بكم إلى أخبار الساحل تأتيكم من العاصمة الموريتانية نواكشوط. اتفقت لجنة متابعة نتائج الحوار على استئناف الجلسات بشكل منتظم ابتداء من الثلاثاء المقبل بغية متابعة نتائج مخرجات الحوار الأخير. وأصدرت اللجنة بيانا أوضحت فيه أن الجلسات ستكون أولويتها مناقشة المسار الانتخابي والقانون المنظم للانتخابات واللجنة المستقلة للانتخابات بالإضافة للمجالس الجهوية. بعدما أثر في الأسابيع الماضية من تباين في المواقف بين أعضاء لجنة متابعة نتائج الحوار، التأمت اللجنة بقصر المؤتمرات بعيدا عن عدسات الإعلام بغية بلورة خارطة طريق تجدول لقاءاتها. وبحسب بيان أصدرته اللجنة بخصوص الاجتماع، فقد تقرر استئناف الجلسات ابتداء من الثلاثاء المقبل، وذلك لتسريع وتيرة تنفيذ مخرجات الحوار الذي انعقد نهاية سبتمبر من السنة المنصرمة، والذي أصدر توصيات من ضمنها تعديل الدستور بما يشمل إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم والنشيد الوطنيين وإنشاء مجالس جهوية، ونقاط عديدة أثارت الكثير من الجدل خاصة في أوساط المعارضة التقليدية التي قاطعت الحوار ووصفته بالمسرحية. اللجنة وحسب المتوفر من المعلومات أجمعت على أن الجلسات ستكون أولويتها مناقشة المسار الانتخابي والقانون المنظم للانتخابات واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجالس الجهوية. وتحدثت بعض التسريبات عن اتفاق يقضي باستدعاء البرلمان لعقد دورة طارئة بحر الأسبوع المقبل بهدف عرض المقترحات الخاصة بتعديل الدستور على كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، تمهيدا لإحالة تلك التعديلات إلى استفتاء عام لم تحدد صيغته بعد. وكانت اللجنة قد شهدت مؤخرا خلافات عاصفة بسبب قرار الحكومة تمرير التعديلات الدستورية المرتقبة عبر مؤتمر برلماني، رغم تعهد الرئيس محمد عبد العزيز بتنظيم استفتاء شعبي في النعمة، كما أنه كان مدرجا ضمن توصيات الحوار. الخلاف قرأه البعض في توقف لجنة متابعة الحوار لمدة شهرين، مما أفسح المجال لتكهنات وتحليلات ذهبت حد طرح احتمال تراجع النظام عن تعديل الدستور في الظروف الراهنة. سياسيا دائما، وعد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد المحم بتطوير العلاقات مع المغرب بعد أن اعتبرها وصلت للحضيض حسب تعبيره. والمحم الذي كان تحدث لبعض الصحف المغربية قال إن العلاقات مع المغرب يجب أن تكون على أساس المصالح الثنائية فقط، وأردف أن التفكير بأن موريتانيا هي حائط قصير وفق التعبير العامي أصبح من الماضي، مؤكدا على رغبتهم في الحوار والتقارب مع الجيران لكن ليس على حساب مصالح الشعب الموريتاني. وندد المحم بالطريقة التي تحاول بعض الدول التعامل بها مع موريتانيا، مشددا على أن موريتانيا ليست جسرا للعبور للآخرين. عدد وزير الاقتصاد والمالية المختار الجاي في تدوينة على حساب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جملة من المشاريع التي اعتبر أن الدولة عاكفة عليها، ويشهد البلد إثرها تحولات تنموية وصفها الوزير بالعميقة. التدوينة التي حملت عنوان إني لا أرى بوادر تحول اقتصادي عميق لولا أن تفندون، اعتبرها البعض ردا على موجة التدوينات التي ظهرت مؤخرا تنتقد الوضعية الاقتصادية للبلد وتشكك في مشاريع الدولة. قراءة في التدوينة مع محمد الأمين والحمد المامي. أن يكتب وزير على صفحته الشخصية في الفيسبوك فهو مدون على فضاء مارك، لكن أن يستعرض مشاريع البلد الاقتصادية على ذات الصفحة فكأنه يجيب معشر المدونين والرأي العام ويفند آلاف التدوينات القائلة بعكس ما أثبتت الأرقام والمشاريع. وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار لنجاي كشف عن جملة من المشاريع، قال إنها ستخلق تحولا عميقا في الاقتصاد الموريتاني على المدى القريب. تنوعت ما بين مشاريع البنية التحتية وقطاع الخدمات والسياحة والإنتاج الزراعي. استعرض الوزير 13 مشروعا بدأت بمشروع قناة كرمسين الذي قال إنه سيضيف ما بين 20 و 30 ألف هكتار من الأراضي المروية، والذي من المتوقع أن يدخل في الحملة الزراعية
الزراعية المقبلة. مشروع ميناء الصيد التقليدي تانيت الذي تتقدم فيه الأعمال ويتوقع تسليمه سنة 2018. مشروع ميناء الجنوب فينجاغو الذي بدأت الأعمال فيه ومن المتوقع أن يستلم سنة 2019. تحدث الوزير عن مشروع إنتاج السكر في فوملغريتا الذي من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تمويله والبدء في العمل فيه خلال السنة الجارية. مصنع الألبان في النعمة الذي سيتم استلامه في الأيام القادمة والذي سيتعزز في ظرف سنة بمركب صناعي لتقشير الأرز وطحن القمح وإنتاج الأعلاف، كما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة لمدينة النعمة. وزير الاقتصاد تحدث عن دراسة جدوائية مشروع مصنع الألبان في بوغي بولاية البراكنة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يمول من خلال شراكة مع مستثمر أجنبي ذا شهرة عالمية في ميدان تصنيع الألبان. كما أكد أن الانتهاء من الأعمال في مصنع كبير لإنتاج الأنابيب وتوصيلات المياه نتيجة شراكة بين مستثمرين وطنيين وأجانب في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار. الوزير أيضا تحدث في مقاله عن البدء في بناء مركب سياحي عملاق في نواكشوط على ضفة المحيط بتمويل من مستثمر أجنبي طبقا للتسهيلات المقدمة من الدولة في إطار قانون الاستثمار، ويتكون المركب من فندقين وعشرات الفلل، مشيرا في الوقت نفسه إلى استئناف الأعمال قريبا في فندق شيراتون نواكشوط الممول من طرف الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم سليم. الوزير قال إن الأعمال انتهت في مصنع الشامي ستيل لصناعة حديد البناء وسيبدأ فيه الإنتاج قريبا، وهو مشروع قال إنه ممول بشراكة بين قطاع خاص وطني وأجنبي. كما أشار إلى اكتمال الإجراءات للبدء في بناء مصنع لإنتاج حديد البناء في نواكشوط بتمويل مستثمر أجنبي في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة وطبقا لقانون الاستثمار. وزير الاقتصاد والمالية المختار لنجاي خلص إلى تأكيد البدء في أعمال بناء مصنع لإنتاج المعكرونة من نوع سباكتي بتمويل مشترك بين مستثمرين وطنيين وأجانب، قبل أن يختم بالبدء في تنفيذ مبادرة لننتج في موريتانيا. الوزير خصص حيزا كبيرا من مقاله لانتقاد مواقف المعارضة التي قال إنها تصل في نقدها إلى التجريح ولم تلعب دور المعارضة البناءة، لأن ذلك النقد وذاك التجريح افتقد للصدق وللموضوعية وللبرهان. اختيار وزير الاقتصاد والمالية لوسيلة تواصل اجتماعي لما قال إنها بوادر تحول اقتصادي عميق لولا أن تفندوه حسب عنوان المقال، يشي بأن الرجل منزعج حسب مراقبين مما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الحالة الاقتصادية للبلاد، خصوصا ما يتعلق منها بالارتفاع المذهل في أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة، وأن مجمل تلك المشاريع لا تنعكس ضرورة على الحياة اليومية للمواطن.
كشفت آخر إحصائيات رسمية أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 31% من مجموع السكان الذين يقدرون بأربعة ملايين نسمة. جاء ذلك خلال شرح استراتيجية النمو المتسارع والرفاه للفترة ما بين 2016 و2030. تتمحور الاستراتيجية الوطنية للنمو والرفاه على ثلاثة رافعات، أولها خلق نمو مستدام قوي وشامل، تنمية رأس المال البشري والولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وأخيرا تعزيز الحكامة بجميع أبعادها. قالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك إن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية شهدت في الأيام الأخيرة زيادة وصلت أزيد من 30%، شملت تلك الزيادة الزيوت، السكر، الأرز، القمح ومسحوق الحليب المجفف. أرجعت الجمعية أسباب الارتفاع الملاحظ في أسعار المواد الغذائية الأولية لما وصفته بالاحتكار وغياب الرقابة، فضلا عن تراجع دور شركة سونماكس، وطالبت الجمعية بتفعيل المنافسة ودرء الاحتكار وتوفير كل الضمانات لعودة سونماكس إلى سابق عهدها. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في الأيام الأخيرة دراسة ناقدة للوضع الاقتصادي أظهرت ارتفاع نسبة الفقر وتدني قيمة العملة بالإضافة إلى زيادة معتبرة في أسعار المواد الاستهلاكية. نتابع. قال وزير الخارجية الموريتاني سلكو الأحمد زيد بيه إن بلاده تدعو والأحمد إن بلاده تدعو الإخوة العرب وخاصة في المغرب العربي وأفريقيا لتشجيع الشركاء في ليبيا أن يتحاوروا لتعيين حكومة مقبولة من البرلمان في طبرق لتسهيل التقارب بين البعدين المدني والعسكري. وزير الخارجية الموريتاني سلكو الأحمد زيد بيه الذي كان تحدث أمام المؤتمر الثاني للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة اعتبر أيضا أن القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن مؤخرا القاضي بعدم شرعية المستوطنات التي يقيمها الاحتلال الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية هو ثمرة للنضال الدؤوب الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. في الشأن المالي ذكرت بعض الصحف المالية أن قوات بعثة الأمم المتحدة في مالي تسعى إلى تعزيز وجودها في المنطقة الوسطى من البلاد، ذلك في ظل تدهور الوضع الأمني المتصاعد بمالي منذ بداية 2017 بعد أن زادت وترة الهجمات ضد القوات المسلحة المالية وأصبحت أسبوعية، إذ وقعت في وسط مالي أكثر من 100 عملية اغتيال استهدفت قيادات محلية بتهمة التعاون مع السلطات المالية. قائد قوات الأمم المتحدة قال إن قواته بحاجة لكي تستعيد الثقة إلى أن تكون حاضرة وتنسق مع القوات المالية ومنظمات المجتمع المدني. نقطة نهاية أخبار ساحل وتابعتم في أبرز عناوينها. لجنة متابعة نتائج الحوار تتفق على جولة جديدة لجلساتها بعد توقف دام شهرين. والجاي يكشف عن 13 مشروعا تنمويا ستشكل نهضة اقتصادية لموريتانيا.
نهاية أخبار الساحل، زوروا موقعنا على الإنترنت www.sahel.tv. في أمان الله.